أنتم تعرفوا عن موريتانيا أنها دولة محورية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بصفة عامة، وشهدت على ذلك مواقفها ودورها حتى أنها أصبحت يستشهد فيها، يستشهد بمواقفها وبمقارباتها الأمنية والفكرية في مجال محاربة الإرهاب. وبالتالي أي جهد يقام به في مجال محاربة تغذية الإرهاب والفكر المتطرف ينبغي أن تكون موريتانيا حاضرة فيه. وكذلك موريتانيا لها التزاماتها ولها واجبها القومي والأخلاقي اتجاه الأمن والاستقرار والطمأنينة في العالم العربي. وأي جهد من شأنه أن يقوض الاستقرار أو الطمأنينة في العالم العربي أو يساهم بل ويعمل على تمزيق الجسم العربي، موريتانيا معروف ان موقفها منه انه مبدئي، وهو انها تكون في اي جهد يحارب ذاك الجهد المبذول في سبيل تقويض الاستقرار وتمزيق العالم العربي. وفي هذا السياق تعرفون بيان وزارة الخارجية انه في هذا السياق هو اللي برر به قطع هذه العلاقات. اولا انه ثبت لديهم بان هذه الجهة وهذه الدولة انها تعمل على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف، وثبت لديهم أيضا وثبت لدي الجميع أنها أيضا كان لها الدور الأساسي وكانت تعمل على تقويض وتمزيق العالم العربي، كما هو والبيان جاب أمثلة من ليبيا وسوريا وإلى غير ذلك، وجاب أمثلة في هذا القبيل. ولذلك أعتقد أن البيان أنه يلخص باختصار الأسباب اللي بنت عليها موريتانيا موقفها من هذه العلاقات.